فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف الرد على من يدعي أن تحريم الحلف بغير الله منسوخ، وأن الإمام أحمد يجوزه بالنبي فكذلك يجوز بالأولياء؟ الإمام أحمد يخصص ينسخ قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لو ثبت عن الإمام هل ينسخ قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما قول لأحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول نهى عن الحلف بغير الله، نقف عند هذا، لا بالأنبياء ولا بغيرهم. حتى لو قال، فرض أن الإمام أحمد قال أو قاله غيره، لا قبول لهذا القول. نعم.